قائد قوات الصدمة في البصرة من جانبه قال إن بيوت المسؤولين خط أحمر، وتوعد بمحاسبة المتظاهرين وفقاً لما سماها المادة 4 إرهاب في تصعيد عده نشطاء هو الثاني الذي وجه للمتظاهرين. بيوت المسؤولين والمقرات الحكومية خط أحمر عند القوات الأمنية. اللي يجي الظاهر يعلن عن نفسه، هذا الشيء مرفوض عندنا، ونحاسب بقوة وتصدر حتى المادة 4 إرهاب.